أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، بعد عام على رحيله، وفاة والدة المخرج والفنان حاتم علي. أعلنت الممثلة السورية ريم نصر الدين رحيل والدة الفنان والمخرج السوري الراحل حاتم علي عبر تدوين لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وكتبت الفنانة السورية ريم نصر الدين برقية تعزية عبر انستغرام، ورد فيها: انتقلت إلى رحمته تعالى السيدة الفاضلة غزيل حريري أم حاتم والدة أستاذي وعرابي حاتم علي. وأضافت الفنانة ريم نصر الدين: لا داعي للسؤال، أكاد أجزم أنها رحلت من اعتصار في القلب، إنها الأم وليست أي أم، أم حاتم علي. اشتاقت هذه الروح لتلك، اشتاقت. ونعى العديد من مشاهير الوسط الفني ومتابعون السيدة غزيل الحريري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعوا بالرحمة لها ولنجلها الراحل. وأكد كثيرون أنها أنجبت شخصية استثنائية ستبقى خالدة في الذاكرة. ومما جاء في تعليقات المتابعين: الله يرحم روحهم أستاذ حاتم، قامة السورية الباقية على مدار السنين، الله يرحمها ويرحم الأسطورة حاتم علي ويرزقهم الجنة. كما علق الممثل أيمن عبد السلام قائلا: الله يرحم روحها. وكتبت الفنانة شكرا مرتجى: رحمة الله عليها. وحاتم علي فنان بدرجة مبدع تمثيلا واخراجا وتاليفا، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة عام 86 التي ضمت العديد من الفنانين ومنهم غسان مسعود وماهر الصليبي. والفنان حاتم علي من مواليد الجولان في 2 يونيو/حزيران عام 62، ونزح مع عائلته وسكن أطراف مخيم اليرموك بدمشق، وهناك جربت العائلة ضيق العيش وصعوبات الحياة. ودرس الفنان الراحل حاتم علي في كلية الآداب قسم الفلسفة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 86. وعرف عن الفنان الراحل حاتم علي ثقافته الشديدة، فهو قارئ نهم ويمتلك موهبة الكتابة، حيث بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. وفي فترة متقدمة من حياته استطاع أن ينشر مجموعتين قصصيتين. وبدأ الفنان حاتم علي حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 88، واشتهر من خلال مسلسل الزير سالم الذي يعد نقطة تحول في مسيرته الإخراجية، كذلك رباعية الأندلسية، صقر قريش، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، بينما ظل مسلسل سقوط غرناطة مشروعا مؤجلا. وفجأ الوطن العربي في 29 ديسمبر كانون الأول عام 2020 بوفاة الفنان المبدع حاتم علي عن عمر يناهز 58 عاما، وقد كانت وفاته صدمة موجعة لمحبيه، خاصة وأنه لا يعاني من أي أمراض مزمنة، بل أصيب بأزمة قلبية مفاجئة فارق الحياة على أثرها أثناء وجوده في مصر. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.